اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وحبايبي متابعين قناتكم المحبوبة، أهلا بكم في فيديو جديد. زي ما عودنا حضراتكم إن إن شاء الله يكون لنا كل أسبوع أو كل 3 4 أيام فيديو بنتكلم من خلاله على أسعار الدواجن والطيور عموما في السوق المصري، سواء ابتداء من النعام لحد السمان. والناس كلها بتطلب، يا ريت يكون الفيديو ده بطريقة يعني شبه يومي، لكن نظرا لله برضه لان واحد مش فاضي، فان شاء الله يكون كل اسبوع او كل 4 5 ايام. بداية بنتكلم على الرومي الابيض. والرومي الابيض النهارده سعره يا جماعه من 30 جنيه في البورصه، من 30 جنيه الى 33 جنيه اللحم، لحم الرومي الابيض. طبعا كان وصل 36 وكان هيبقى في ازدياد، كان ممكن يعدي ال 40 جنيه، لكن موضوع الكورونا والحظر طبعا الناس ما عادتش بتروح وبتيجي، والمولات الكبيره او الهايبرات الكبيره اتقفلت عليها حظر يعني انها تفتح، وبالتالي السوق الاكبر للروم الابيض هو المول او الهايبر، فعشان كده المجازر وقفت شغل لانها طبعا ما فيش مكان تسوق فيه الرومي اللي هو احجامه كبيرة. ده بالنسبة للرومي الابيض، وده السبب اللي خلى سعره نزل من 36 جنيه للكيلو الى 30 جنيه للكيلو. فهو يبقى اللي هو متوسط النهاردة احنا بنتكلم من 30 جنيه الى 33 جنيه. بالنسبة للروم الاصفر بيكون الكيلو النهاردة من 35 جنيه الى 38 جنيه بالنسبة للكيلو الكبير للذبيح، سواء كان رومي اصفر بلدي او برونزي. احنا قلنا قبل كده في ناس بتطلق عليه برونزي وناس بتقول عليه بلدي. بالنسبة للنعام، سعر النعام قايم الكيلو ب 80 جنيه، لكن لو هو نعام شغال يعني الانثى عمرها سنتين ونص او الذكر عمره 3 سنين بيكون ده نعام شغال، فبيتباع بالاسره ذكر واتنين اناث بيتباعوا ب 60,000 جنيه، ما بيبقوش تبع الميزان. لكن احنا بنتكلم على الروم، على النعام اللي هو للذبيح، بيكون الكيلو قايم ب 80 جنيه. الروم الابيض عمر شهر المستورد بنتكلم فيه النهارده من 140 جنيه الى 150 جنيه. ورومي الاسمر البرونز البرونزي النهارده سعره مفترض ان هو من 35 جنيه ل 40 جنيه، لكن الناس كلها قالوا ان احنا شاريينه ب 50 جنيه. فهو طبعا البورصه مش هي اللي بتبقى بتفرض على الناس، ولكن الطلب والعرض هو اللي بيفرض سعر التنفيذ. فهو سعره النهارده 50 جنيه الفرخ. الروم الابيض اللي حضراتكم شايفينه عمر يوم ده بيكون الكتكوت بتاعه من 75 جنيه الى 80 جنيه. والروم الاسمر عمر 3 ايام في البورصة النهاردة من 16 جنيه ونص الى 17 جنيه ونص، لكن زي ما وعدنا حضراتكم ان احنا ممكن نوفر لكم الكتكوت عمر 3 ايام من 14 جنيه الى 15 جنيه، يعني ممكن ان شاء الله يكون ب 14 جنيه. بالنسبة للنعام التربية بيكون الكتكوت عمر 10 ايام ب 1700 جنيه، والكتكوت عمر شهر ب 2000 جنيه. واحنا بنتكلم يا جماعة بنقول ان النعام بيريح من شهر 11 الى شهر 2، وبالتالي لما يجي يبدأ في شهر 2 او 3 يبيض ويفقس بيكون طبعا المعروض منه لسه قليل، فبيبقى ماسك سعر.
الفراخ البيضة النهاردة سعرها من 26 جنيه إلى 27 جنيه الكيلو، والأمهات بيكون الكيلو فيها من 21 جنيه إلى 22 جنيه. الفراخ البلدي سعرها النهاردة الكيلو ب45 جنيه، والفراخ الساسو سعرها النهاردة 40 جنيه، من 38 جنيه إلى 40 جنيه. بالنسبة للبط المسكوفي النهاردة سعره 45 جنيه، والبط الفرنساوي أو الشهرمان أو البكيني سعره النهاردة 25 جنيه للكيلو. البط البلدي أو السوداني سعره النهاردة 50 جنيه للكيلو، والبط المولر أو البغال النهاردة سعره 40 جنيه. بالنسبة للكتكوت الأبيض، الكتكوت الأبيض شركات النهاردة سعره بيتراوح من 11.5 جنيه إلى 16 جنيه. وإن شاء الله يكون لنا فيديو بعد الفيديو ده مباشرة هنتكلم ليه اللي بيخلي فيه فجوة كبيرة في أسعار الكتاكيت الشركات من 11.5 إلى 16 جنيه. والكتكوت القطعان النهاردة سعره من 10.5 جنيه إلى 12 جنيه. بالنسبة للكتكوت البلدي سعره من 2 جنيه إلى 2.5 جنيه. الكتكوت الفيومي سعره من 4 جنيه إلى 4.5 جنيه. ده حضراتكم ده الكتكوت البلدي. بالنسبة للبط المسكوفي عمر يوم سعره يتراوح من 12 جنيه إلى 14 جنيه. والبطة البلدي عمر 3 أيام بتكون من 18 جنيه إلى 20 جنيه. بالنسبة للبط المولر سعره يتراوح من 12 جنيه إلى 14 جنيه، والبط الفرنساوي البيور من 8 جنيه إلى 9 جنيه، أما البط الفرنساوي العادي فبيكون من 5 جنيه إلى 6 جنيه. أسعار الوز، جزء الوز عمر 10 أيام بيكون من 110 إلى 120 جنيه، الوز الكبير بيكون الكيلو فيه من 55 جنيه إلى 60 جنيه. أسعار الحمام، الزغليل البلدي للذبيع الجوز من 45 جنيه إلى 55 جنيه، أما الحمام الشغال الكبير بيكون الجوز من 60 جنيه إلى 70 جنيه. أسعار السمان إن شاء الله، السمان الأسمر عمر شهر للذبيح بيكون الجوز من 20 جنيه إلى 22 جنيه، والسمان الأسمر المتحضن عمر 14 يوم بيكون الجوز من 10 جنيه إلى 12 جنيه، السمان الأسمر عمر يوم بيكون الجوز من 4 جنيه إلى 5 جنيه، أما السمان الأبيض الكبير عمر شهر للذبيح بيكون الجوز من 22 جنيه إلى 24 جنيه، والسمان الأبيض المتحضن عمر 14 يوم من 12 جنيه إلى 14 جنيه، والسمان الأبيض عمر يوم بيكون الجوز من 6 جنيه إلى 8 جنيه. أسعار الأرانب النهاردة كيلو الأرانب من 42 جنيه إلى 43 جنيه. البيض النهاردة كرتونة البيض الأبيض من 28 جنيه إلى 29 جنيه، والبيض الأحمر من 30 جنيه إلى 31 جنيه، أما البيض البلدي من 33 جنيه إلى 34 جنيه. لحم النعام، يعني النعام مذبوح، لحم النعام الكيلو فيه ب220 جنيه. في نهاية الفيديو بتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لحضراتكم كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.